كالإقبال على جميع أنواع السمك بما فيهم الصول والميرلون والكروفيت كالامار وليزي بيرلون اللي هو اللويزي الشطون اللي هما لي زونشوا هادو هما لي زارتيكل اللي كيتمشيو بزاف وكيكونوا في الطبله في المائده المغربيه غير حاجه وحده اللي كنص عليها ان الكروفيت روز دائما تيدير لنا في رمضان تيطلع تيدوب الثمن ديالو توصل حتى ل 160 170 درهم ولكن الغليظ بوعرق ولي زونشوا حتى هي كذلك كتكون دايره غير 15 ولا 10 درهم بارفو كتوصل حتى ل 40 درهم ولا 35 30 درهم باش كتمشي اجور والسردين ديال البلاد كيف العاده الا كان ديال البلاد كيخرج عندنا تيجي حتى ل 11 هذاك دائما تيدير 20 درهم اما بالنسبه للشيء الاخر كلشي كنشافو في المتناول كلشي بقى في الاثمنه ديالو الا الكروفيت ولي زونشوا ولي زيبيرلون داكشي ديال لا فريتور هو اللي شويه دار الثمن بالاخص فيهم الكروفيت هو اللي طلع بزاف الثمن